معكم مدام احسان رئيسه نادي طنجه الكبرى للرياضات الميكانيكيه. هذا النهار عندنا دايرين حفل ديال بمناسبه عيد العرش ديال صاحب الجلاله 25، وان شاء الله الحمد لله كنتمناو هذا الشيء يستمر دائما، لان هذه المناسبه كبيره عندنا كنا كنتظروها يعني هذه مده، والحمد لله جات اليوم. لي بيلوت تبارك الله جايين من كل مدينه مشاركين معنا، لا من الرباط ولا من كازا ولا من اي مدينه، والحمد لله كنشكروا الجميع وكنشكروا السيد الوالي اللي اعطانا هذه الموافقه باش نديروا هذا الحفل اليوم ان شاء الله. وتبارك الله عليكم، وكنشكروا السيد العمده، وكنشكروا الناس اللي جاوا معنا هنايا كاملين، وكنشكروا الصحافه ديالنا اللي لاختكم، وتبارك الله عليكم كاملين. هذا الرالي سبحان الله من شحال من كان يعني ملي كنت من الصغر ديالي وانا كيعجبني هادشي ديال سباق السيارات، كنت دائما يعني كنشوفو. ملي جيت لهنايا لطنجة لقيت بان التنفة مبقاش يعني هنا كاين، ما عرفتش علاش، وقلت علاش لا ان نحيو هاد السباق، لان لي بيلوت تبارك الله عليهم كاملين انهم كيعجبهم هاد السباق وهاد الشيء. قلنا علاش لا ان نعاود نجددو ان شاء الله ونستمروا فيه، والحمد لله حنايا ماشي هذه النسخه الثانيه. ما كتشوفش هذه الرياضه بان كتشوف الخطوره مثلا على الشباب؟ لا بالعكس، هذا السباق هذا الشيء ديال السيارات بالعكس غادي يخلي بان ذاك الحوادث ما تبقاش، والشباب الحمد لله كل شيء باغي هذا الشيء وفرحانين كاملين بهم، يعني بالعكس هما فاش ما بقاش في طنجه كانوا كلهم يعني بحال اللي ما بقاوش باغيين. الناس كيمشيو لكازا كيمشيو لمراكش، قالك علاش مدينه كبيره طنجه ديالنا، علاش حنا لي بيلوت ضايعين ما نستمروش وحتى حنا نديرو يعني هذا السباق هنايا. ان شاء الله غادي تكون ان شاء الله على حسب حنايا يعني درنا واحد المجهودات، وان شاء الله ضروري ان السلطات غادي يشوفوا هذا الشيء وغادي ان شاء الله يردوا علينا يكون خير. الشباب يعني كنقول لهم ان شاء الله يستمروا حتى هما في هذا الشيء ما يعجزوش، لان شحال من الشباب دابا اصلا لقيتهم منين شافوا راسهم انهم هنا ما كيديروا هذا السباق ما حتى شي حاجه، تقريبا شحال اللي باع الطوموبيل ديالو، فهمتي يعني كل واحد وشنو دار. دابا حنا اليوم قلنا لهم لا ان شاء الله غادي يكون هذه الاستمراريه في هذا الشيء ديال السباق. دابا حنا بدينا غير بدوره شرفيه كافتتاح باش الناس ديال طنجة ولا الناس ديال المغرب كامل يتعرفوا على هذا الشيء هذا، وان شاء الله غادي يكون كاين في طنجة باذن الله. عام عندنا عصر نسوي اها، وبالعكس فرحانين وباغيين حتى هما اصلا يشاركوا معنا، وهما حاضرين معنا اليوم ان شاء الله، انتم غتاخذوا الكلمه معاهم.